بسم الله الرحمن الرحيم. الأول طبعا it's a great honor to be first a member of the Egyptian Society of Psoriasis for the first time, وطبعا أول مرة أقول lecture في الجامع الجميل ده. أتمنى للسوسايتي كل التوفيق بما فيه خدمة العلم والمرضى في الفترة الجاية إن شاء الله. طبعا عارفة إن إحنا في نهاية اليوم، وطبعا كان يوم رائع ومحاضرات رائعة، فأنا يعني محاضرتي كده أحاول أخليها تسمى تبقى سريعة لأنها إلى حد ما تعتبر يعني بيزك، فيها بيزك نولج كتيرة. هنتكلم على الجاي لاينز فور ذا سيستميك تريتمنت أوف سورايتيز فالجيريس. طبعا أنا اعتمدت في تحضير المحاضرة دي على أحدث حاجات ممكن في الجاي لاينز بتاعي، اليوروبيان جاي لاينز 2013 أند 17 والجيرمان سوسايتي أوف ديرماتولوجي 2018 وأخيرا الأمريكان أكاديمي أوف ديرماتولوجي جاي لاينز اللي بتركز بالأساس على البيولوجي 2019. طبعا دايما الجيرمان سوسايتي اوف ديرماتولوجي ممكن شفنا الفكره ده قبل كده النهارده، ان انا بقسم السورايسيس اخرج لي البادي سيرفيس اريا والباسي سكور لليس ان كان مور ذان ذان ليس ان 10% بودي سيرفيس اريا بالاساس، يبقى هنعتمد على التوبيكال تريتمنت ابتداء من التوبيكال ستيرويد كاتيجرين انهبيتورز الليزر ثيرابي. المودل تو سيفير سورايسيس البادي سيرفيس اريا مور ذان 10%، ومش بس كده لازم تو كونسيدر ان احنا عندنا حالات بتبقى لوكالايز لكنها بتبقى سيفير زي لوكالايز ديفيكالت تو تريت اريا في السكالب الفيس النيل الجنتلز، برضه وي شود كونسيدر ذا ستارت اوف مور سيستميك تريتمنت. طبعا بيبقى ان ذا فورم اوف الفوتوثيرابي والسيستميك ثيرابي، وزي ما قلت زي ما الدكتور حنان ندى في محاضراتها الرائعه اللي بنشكرها عليها قال ان البيولوجيكال ثيرابي كمان ممكن نعتبرها بالتيكيفينوماب والادرينوماب از فيرست لاين تريتمنت ان سام كيسز. ايه هو السيستميك تريتمنت؟ عندي تراديشنال تريتمنت اسيتات الميسو تكسيد سايتوسبورين، حاجات ما نعرفش عنها حاجه قوي في المايك اسيت استرز والابيبلاس، واخيرا البيولوجيكال ثيرابي اللي ممكن يبقى واحد من اربع مجموعات تي ان اف الفا بلوكرز انت ممكن 23 انهبيتورز انت ممكن 17 انهبيتورز انت ممكن 23. نبتدي الاول بالفاذر دراج سورايتيز اللي كلنا اتربينا عليها الاسيتريتن. الاسيتريتن عندي الكبسول 10 و 25 ملي جرام. الثيرابيتيك كومباينيشن ان هو يعتبر فيرست لاين تريتمنت، يعتبر ممكن في المودل تو سيفير سورايتيز بالجاريس ريكومند انيشال دوز 25 ملي جرام بعد جراديوال انكريزنج دوز اب تو 75 ملي جرام لو الاكسس موجود وبعد كده اعمل كفر، والمينتنس دوز بتاعتي بتبقى 25 50 absolute طبعا كونتر اندكيشن وومن ان ذا تشايلد بير بير بريجنسي اند بريست فيدنج سيفير كباكيت اند بين اند ديزيز امبورتنت ريليتيف اللي هو الكونتر اندكيشن عشان الميتابوليك طبعا الابنورمالتيز ممكن يعملها الاسيتريتن اوفر دايبيتيس هايبرلايبيديميا هيستري اوف هايبرلايبيتيس الكور ابيوز تشايلد هود. طبعا مهم قوي في اي دراسه نعرف الدراسه انتراكشن شويه مع الناس بيبقى جاي لنا يعني كوكتيل بيبقى جاي لنا حاجات كتير. طبعا كونتر انديكيشن تبقى سايكل في التيومر سيربراي الفينايتوين لان ممكن يحصل ديسبيسمنت الفينايتوين من بالاسيتريتن من البلازما بايندنج سايت. الاسيتريتن يعمل الديتريتن ديكريز الافكتي اوف لوبوس بروجستيرون بيلت في الكونتراسبشن في ريسك اوف بريجنسي، وطبعا مع اذر فيتامين اي اند اذر سيستمك ريتينول. اند اوفي نوت طبعا سيستمك سايد افكت زيروز الجنب اول حاجه بتظهر اوف ذا سكين اند ميوكس ممبرين، ويمكن دي اكتر فيرست تايم احنا وصلنا للافكت دوز الكيلايتس هاوس اوثوريتيز الكونجكتيفايتيز الفوت سيستيرتي ايفن تيرجنت اثيوبيا ماسل جوينت اند بون بين. الماسل سيستم بروبلم ولازم ان اي فيميل او اي حد هياخد الدراج يبقى عارف ان احنا بريجنسي بي اكسكلودد اند بلاد دونيشن اب تو 3 ييرز، يعني هم بيتكلموا 2.9 لا مش 30 لغايه 3 سنين اب تو سيشن اوف ال بي. الكابيتو كومبانيشن الاوروبيان اكاديمي كانت أخذ كل الجايد لاينز في الأول بالريكومند أونلي ذا إيثر ريسبتور، لأن زي ما عشان شوية من الأمريكان أكاديمي لا في ريكومند أكتر بيولوجيك تريتمنت، لكن مفيش يعني مش حابين قوي كومبانيشن مع الميسو تكتيك أو سايكلس فور بيكوز أوف ذا أد تباكو توكسيستي ومينا توكسيستي. الأذر فاذر دراج يعني بتاعنا كلنا طبعا الميسو تكتيك عارفين إن في منه الأورال فورم والسبتيو فورم. الأورال فورم 2.5 جرام التالي أو 5 جرام في التوم مالي. الثيرابيوتيك ريكومنديشن طبعا كلنا بنعمله ريدكشن حالات المريض السيفير ترايس برجاري وطبعا كونترايتيك ارترايتس الدوز بتاعته ريستارت الدوز فروم 50 تو 25 جرام في الويك، لكن في النهارده تعلمنا ان هم برضه
مره يبتدوا الدوزز اقل من كده ممكن تبقى 7 ملي جرام بير ويك ويعمل جرادوال انكريز للدوز. لكن في ناس تانيه بتقول لا ابتدي 25 ملي جرام وابتدي اقلل الدوز بعد ما يحصل الافكاسي. ونادي طبعا نادي الفوريك اسيد وجارد اجنس المجال البلاستيك انيميا 5 ملي جرام بير ويك بس ايه مش يوم للجرام. أبسوط إنفكتيشن بريجنسي بريست ميتينج سيفير ليفر ديزيز رينال ديزيز أي أكتف إنفكتيشن التي بي أكتف بريك أكسر فلوشي أي تي سايد إنفكتيشن الهيماتولوجي لابنيشن بارد لابد سيفير بريد ريكوية إنفكتيشن التستر أو كابابايتر دلوقتي بقى بين عينين إيش تي أو إيش تي لو في ناسي أنا بودي إنفكتولوجيست بيعمل كنترول للفيرال إنفكتيشن وبعدين بعد كده أو الفيرال ممكن بعد كده أبتدي إنفكتيشن طبعا كالبريشن مع الهيبتوليج دوترز مع الهيبتوليج دوترز مع الهيبتوليج دوترز مع الحاجات المهمة قوي في السلايد دي ان انا اعرف ان الميزو تكتير دارو دراج انتراكشنز كتيرة. فبالتالي مهم قوي ان انا بعرف الاساس دي وعارفة ان انا ممكن طبعا يبقى فيه انتراكشنز يعني ايه في البيشنز. طبعا اهم حاجة من الميزو تكتير سايد افكت الليفر توكسيسيتي والميزو سفرشن الليفر توكسيسيتي طبعا الدوزز الكيميكال دوزز اللي ممكن بتوصلنا الليفر توكسيسيتي كان فيها كلام كتير بس الزليس دول قالناها كانوا قالوا 1.5 جرام ممكن 2 جرام كيميكال دوزز. فابتدي افكر ان العينه دي كلها الليفر توكسيسيتي او دوزز عرفنا ازاي كانوا قالوا احنا ممكن نعمل اللي هو بلاد تيست سبايك يعني كوفرج. لكن بصراحه التست ده غير الاكسبنسز في كوشنز كتير عشان التست بيطلع صح. فبالتالي برضه لازم اتوقع ان الفلس بتاعته هتبقى كتير فمش كومن قوي ان انا اعمله. حاجه اخيره كنا شفناها في شهر الدرما الاخير ان احنا ممكن نشوف حاجه اسمها اكتر سامبل سيستم بيسموه فايبر سكان والسبيشال كده سايد يعني الساس ممكن يبقى اللي هتدي اذا كان في ايه بقى فايبروز ولا لا في البيشنت اللي عمل لهم الدرما ميش سيستم. المريض سبريشن دي حاجه ثانيه من الحاجات المهمه اللي برضه ممكن تبقى انديكيشن ان انا اعمل انتربشن في التريتمنت او وصل بيهم للدرجه اللي احنا كاتبينها دي. اذر فاكتور كل طبعا دايريا الاكتر بالسوماتايتس السيفير انفكشن ده اذر انديكيشن في الانتراكشن اوف التريتمنت. هنا البيشنت عكس الاكتر ولا الاكتر هنا بيجي تسين تبع شهور برضه اللي هو الترابيد كومباينيشن زي ما استاذتنا الدكتوره حنان قالت ان ممكن طبعا مع ميني يعني بايولوجيكال تريتمنت ده يعتبر من الحاجات المفضله في الكومباينيشن ومش حابينه قوي مع الاسيتات والسايكلوس والبريماريك اسيتات. الشات الراجل سايكل سكورين السايكل سكورين في منه تاني و 25-50 ملي جرام كبسول برضه ليه ميديكال اندكشن فورمولا بوزيتيف ترايس بتاعت مش حلوه قوي هي الترايبنج ارثرايتس. الدوز بتاعتها ممكن تبقى 2.5 ملي جرام بير كي جي فور 4-6 ويكس وبعدين بعد كده ابتدي اعمل جرادوال ويزرول وفيه طبعا الرينا سايكل باب. طبعا الاسيسبل في انديكيشن لو جاي يعني من الاول لينا الانفيرمنت والبكتر طبعا مش هيبقى نافع ان كنترول الارتيريال هاي كونتنشن اكتف انفكشن ماليجنسي زي ما قلت ان هو السيستم اميون سبريسنس تريتمنت وريد كوت انديكيشن ان هو العيان ده واخد برضه فوق الثيرابي لفتره طويله برضه ببقى خايفه من الاسكان كده. المين سايت بتاعتي طبعا لينا ولازم ان انا بالبراكتر انا بحاجة قوية انا ما عندي الانفستيشن هوقف لو لقيت شوية مثلا كتيرة في ريادة المالي لا انا عندي ليفلز على اساسها بقدر ان انا اخد قرار ان انا ممكن اوقف الانفستيشن على حسب الارقام اللي معاك. السايكل سكور مش مفيش بيز ان هو يبقى كومبايند مش زي بيز سكسيد مثلا ان انا ممكن استخدمه مع حاجات ثانيه بس برضه ثاني هنشوف في الامريكان اكاديمي الكلام ده اتغير. الجيمايك اسيد اسيد من الحاجات المشهوره جدا في اليوروب وحتى زمان اللي بيشتغلوا في الحاجات بقى لهم فتره بيستخدموه في الفيرست لاين في بعض الحاجات زي الجيم بيستخدموه في دوز ممكن توصل اورال دوز توصل 1.2 جرام. لكن الكونتر انديكيشن برضه كبير كمان بين الانفيرمنت كبير في الاي تي دي سي برضه بريجنسي وريست كيلي واثر مثل توكسيك دراجز. المين تايب افكت بتاعته الجي اي تي كومبلين الفلاشنج اللوكوبينيا الليمفوبينيا شويه من الانفيرمنت لكنهم مش دينجرال دراجز بس يعني انا مش عارفه احنا برضه مش عارفين قوي ليه. برضه هنا ده الانديكيشن ان انا امتى اوقف لو السي بي سي بتاعتي وصلت بلو النورمال ليفل دي مفيش اي ايفيدنس ان انا ممكن استخدمه مع حاجات ثانيه ولا لا. الاكريبلاس او الكازلا 30 ملي جرام يمكن زمايلنا في الروماتولوجي يعرفوها شويه احنا ما نعرفهاش قوي ما نعرفوش خالص تقريبا. برضه الاكشن في موديل بوزيتيف ترايتس ركاز ترايتس ارثرايتس الدوز بتاعتي 10 ملي جرام اوصلها ل 30 وممكن 30 ملي جرام مرتين 6 ملي جرام بالليل. اسيسبل في انديكيشن برضه اكيد في بريجنسي وريست هيلينج حاجه جديده بقى في السايد افكت السايكاتيك سيستم.
مهم قوي ان انا اعمل اسسمنت للبيشنت فور الاستابيليتي الابي بلس شويه جاب انتراكشن مع الشات كوبي و 150 يوزرز زي الفيزيز والكاربر بروتين ممكن هيتغير السايد افكت ممكن يبقى جي اي بي سايد افكت والسايكاتيك مانيفستيشن ممكن هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن. البيشنت روتيشن على ان انا هوقفه فتره قد ايه قبل ما يحصل بريجنسي ومفيش اي افكت بتعمل كومبينيشن. اخيرا البيولوجيكال ثيرابي كان عندي بسرعه لان طبعا سلسلتنا طبعا قالوا فيها كل الكلام تي ان اف الفا بلوكرز وفي مجموعه بتاعت الفيتامين 23 انهبيتورز في الفيتامين 17 والفيتامين 23. طبعا كونتر انديكيشن لكل البيولوجيكال ثيرابي اي اكتف انفكشن باي نوع الرجيك اكشن مالينتي السبيشال تي ان اف الفا بلوكرز الان لو في كاسر كونكتد تيشو ديزيز مانجيتو فايتوفيلير او دي مايجريشن ديزوردرز فريدي كيما ابعد عن الناس احلى في اخر سنه وفي بقيه الحاجات في الاكتف برونز ديزيز. اولهم طبعا كان الداتا نفسها او الانبرال في الترايتيك ارثرايتس ومودل في سيفير كليكس رايتس يكون في بدايه الاوبريشن كما كنت سمعت في الشباب لما كان حاجه ممكن من سن اربع سنين بنزل 50 ملي جرام مرتين في الاسبوع لمده 12 اسبوع والبنت تبقى 50 ملي جرام. هنا بقى الجديد في الامريكان اكاديمي اللي بدا بيقول ممكن استخدمه مع البيشنت والسايد سكورنج والاساسات اللي ممكن ده ما كناش قلناها في اليوتيوب. وفي البوست تريتمنت ايه انا شفت ممكن اديت البريجنسي لكن انا برضه هنا في الامريكان اكاديمي بفضل لا اول ما احنا بنستخدمه 3 ويكس او اكسترا بريجنسي 3 ويكس افتر الديسكونتينيوشن. الاكسماب او بيبي كيك تبقى مع تاخر مع بجد الورطانشي الاكسماب طبعا هو سكند لاين تريتمنت ودنجر دراج ولازم احنا بنديه هوسبيتاليزيشن فبالتالي طبعا هو بيشوف اكشن كتيره وفي طبيعه ممكن نديها ممكن اعمله كومبانيشن خاصه مع الميشن سي 3.5 جرام يومي عشان اقلل الانتنت اوف الانتي بودي. طبعا الميشن اكشن كتيره بتكتب اكتر حاجتين بفهمهم تواليسا اكتنت دي مايدينينج ديزيز وكارديوفيك افكت بسيفير انفكشن والجبال الوسيسي الفيشي اللي معديه واللوباسايز الزوم وشي الانديكيشن انا لازم اوقف الانديكيشن. الادب الماب او الميميرا طبعا الترفيل الكومبانيشن والسرايتس البرجالس والسرايتس برضه برجالس في الشادرين 4 years والسرايتس ارثرايتس ريكومند دوز باتي اول دوز باتي حبتين وبعدين بعد كده 40 ملي جرام لتريت 1 وبعدين 40 ملي جرام كل اسبوع برضه نفس الترفيل الكومبانيشن. الادفيرس ريأكشن هي الرياكشن شايب بيرنزيتيشن غير اللي يحصل منه في الالرجي ريأكشن بس محتاجين برضه الانتي دراج انتي بودي. بوستريتمنت 5 مانس عشان يحصل بعد البريجنسي السيرفليزوماب جاتيسيا ودكتور حنان قال لنا عليها ان احنا من الحاجات اللي احنا ممكن نديها مع البريجنسي برضه نقدر بسبيرت رايت كولوبرايز بدري 1 ملي جرام يعني حقنتين دي ويك زيرو وبعدين حقنه كل اسبوعين. ايش الكلمات او الاستزاره 45 ملي جرام برضه السرايكس بجاري انا بديه في سن اعلى شويه 12 17. ولا من الحاجات اللي ممكن كمان اديها اساسي هي السرايكس اند جرونز ديزيز. التفيد الكومبانيشن طبعا بعمل اللي هو الدوز افوردنج للريجيمنت هنا ومع السن الاكبر كل 17 ديز يمكن بقلل كل شويه بديها على حسب الايجي. التفيد الكومبانيشن بديل تعتبر الاستزاره من الحاجات اللي الادفيرس اكشن بتاعتها مش كبيره والكونترسبشن برضه is recommended for about 3 months. 60 كيلو مات او اللي هو الكوزيتكس الحاجات المشهوره قوي دلوقتي مزاجها كويسه جدا السيرم 150 ملي جرام بعد الكونترسبشن زي ما كنت طبعا قادر على اربع اسابيع وبعدين بعد كده مينتنس وطبعا الكونتكتنيات انجكشن مش مفضل ان انا اديه مع اذر دراجز وهو بيكون سبب من الحاجات اللي هي نتائج كويسه. السايد افكتس تقول لسه اكسبت برضه السايد افكتس طبعا مش كتيره برضه هو الاكسبشن يبقى الويند ويكس اخر ديسكونتريشن كل القصص ان هو ممكن بديه في البريجنسي كلها حاجات اللي لسه مش بروفد. الاكس تي تي ماب اللي هو الكروز بتاع النادي لما نزل حاجه بسيطه ومضربه 80 ملي جرام بير ملي نفس الزيت انديكيشن تو اذر تايب الانيشال دوز بدي الحقنتين وبعدين بعد كده حقنه في الريجن دوت والمنتنس 80 ملي جرام كل اسبوعين. الجي تي تي ماب اللي هو الكريم فاير 100 ملي جرام بير ملي برضه من الحاجات اللي هي بروميسنج بنزل 100 ملي جرام اي بي زيرو وفور وبعدين المنتنس دوز كل 8 اسابيع. اخيرا التشارج اوف بيولوجيكال تريتمنت هو بيتكلم عن الريسيتي ماب ممكن استخدمه كفايه تشارج تريتمنت
تخيل اللي هو الترايسس الجاز الاكل الجمالي في الترايسس الجاز ولو معانا والسيتي كمان لو ترايسس ومعايا سرعيه يور دكتور يور تايم از هي اخر حاجه كانت شجره ودي ثالث ان انا بديت البوليشن انا ممكن اجي دي هو يمكن الليكشن شيء بتكمل الكلام اللي قاله النهارده لكن ده بيزي لاينز على الدراجز وعلى ازاي اديها وعلى سايد افكت وعلى الدراج انتراكشن لان انا في النهايه الكلمه مهمه قوي في البيرسوناليزيشن بتاع كل بيشنت لازم اشوف البيشنت واعمل له اسسمنت علشان اترقب له اذا بس تريتمنت وفقا مع الكومربيتيز الكتيره اللي موجوده.